هاي ورشة التنمر مهمة جداً إني أحضرها، لأنه غالباً أنا بتعامل مع فئات مختلفة من المجتمع، ممكن يكون عندهم أذى من التنمر، لأنه التنمر يقع ولا بكونش صفة، التنمر فعل يوقع على الفرد. فبحب إني أحضره أشوف الأمور اللي بتوقع على الأفراد، كيف ممكن أصير أتعامل معهم، كيف ممكن أكون مساندة إلهم. ممكن نطلع بهاي الورشة توصيات إنه يتشكل إشي كبير، إيش على مستوى المسؤوليات، إنه نعطيهم إيش معنى التنمر، إيش علاقته بالمجتمع، كيف تظهر هاي الظاهرة الموجودة في مجتمعنا شوي شوي، شو أسبابها، شو المعاناة اللي بيعانيها الطالب، شو الاندفاعات اللي بتجعل للطلاب إنهم يوصلوا لهي المرحلة. إضافة إلى ذلك إنه نيجي نحكي للمعنيين إنه لازم نهتم بهاي الفئة ونحاول ندخلهم من خلال برنامج، منه برنامج علاج من خلال الجلوس مع هاي الفئة أو هؤلاء الفئة، نعالجهم نفسيا ونعالجهم تربويا، نخرج من هاي المشكلة أو الظاهرة وتصير شأنها ظاهرة مناسبة، يعني لها جانب تعليمي أحسن.